السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية دعوتنا لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم اللهم أمين، ويثبت أقدامهم ويسدد رمياهم، ويعني يطهر فلسطين بالكامل من دنس الصهاينة اللهم أمين، وينصر من نصرهم ويغزل من خذلهم. وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، وده وعد رب العالمين، النصر قادم 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 قادم، طال الوقت طال الأمد أو قصر، النصر قادم بإذن رب العالمين. سام مرسي، لازم نتكلم عن سام مرسي زي ما اتكلمنا عن رياض محرز. نشر نفس الصورة تقريبا، سام مرسي اللي هي غزة بتحترق والعالم بيحتفل بشجرة الكريسماس، يعني كنوع من أنواع الدعم لأهلينا في غزة. وبرضو زي ما اتكلمنا عن محمد صلاح، لازم برضو نديله حقه، يعني تقدم محمد صلاح علشان احتفالات ليفربول بالكريسماس، ولابس البتاع اللي هي الايس كاب ده، مش عارف بيقولوا عليها ايه، بتاعة الكريسماس دي. لكن بعيدا عن التصوير اللي هو عامله، كتب من خلال حساباته على السوشيال ميديا لأول مرة بيذكر غزة يعني بشكل واضح. الفيديو اللي كان عمله كان بيتكلم على رفضه للحرب سواء من هنا أو من هنا، لكن ده كان واضح وصريح، بيتكلم عن غزة. قال لك عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة. نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. كلام جاي من محمد صلاح، برضه لازم نشيد بيه ان هو بيتكلم عن أهلنا في فلسطين في هذا التوقيت. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي بيعزي حسام البدر في وفاة والدته. حسام البدر ما كانش موجود، والد أخوه شقيقه هو اللي كان موجود في العزاء. طبعا هو بيدرب الزوراء العراقي نظرا لظروف ما قدرش يحصل يعني يوصل ويحضر الجنازة، لكن زي ما بقول لحضراتكم اللي حضر من المشاهير يعني أو زملاء حسام البدر، الكابتن إكرامي، الكابتن إكرامي والكابتن طارق سليمان، اثنين حراس مرمى. إكرامي الشحات، كابتن طارق سليمان ايضا مدرب حراس مرمى وحارس كبير وحش افريقيا، الكابتن اكرامي يعني. بالنسبه لنادي فيوتشر وبيراميدز ونصف نهائي كاس السوبر، الطموح طار طاح طاح راح راح، طموح ما مو رمضان صبحي وانا رايح بيراميدز عشان الطموح. طب روح، طب ما تتأخرش، طب ما تتأخرش، روح وتعالى بسرعة على الطموح. اتخسر، خرجوا، خسروا، تعادلوا. طبعا زي ما عارفين التعادل يوديك مباشرة لضربات الجزاء، لعبوا ضربات جزاء وفيوتشر كسب 14 13 وبيطيح بنادي بيراميدز اللي كانوا بيتكلموا بالأمس وشعبيتنا شعبيه غفيره ونادي بيراميدز وباتشيكو. يقول لك التحكيم ما ظلمكش يا باتشيكو، لم يظلمك التحكيم يا باتشيكو. يقول لك بيراميدز ولد كبير، وسالم الشمس يقول لك لنا شعبيه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي من كثر، ورمضان صبحي وعبد الله سعيد ينجدوا جماهير نادي بيراميدز، ويقول لك بنطلب جماهيرنا تحضر معانا وتدعمنا وان شاء الله. وهاني سعيد يقول لك بيراميدز والتفاعل مع اللعيبه على عدم خذلان جماهير نادي بيراميدز. تبص يا سيدي على جماهير بيراميدز اللي حضرت في اللقاء، تبص يمين تبص شمال ما تلاقيش غير خمسة ستة. على رأي واحد بيقول لك الجماهير نادي الزمالك قالوا إلى النصف بسبب ذهاب ثلاثة إلى الحمام، ثلاث أطفال راحوا التواليت، وبيقول لك أدي الجماهير. وفك والله بقى فكروني بعادل إمام، أيتها الجماهير الغفيرة، أيتها الجماهير اللي مش عارف إيه، ومرجان أحمد مرجان. فعلا نادي مرجان أحمد مرجان يعني. لكن من المواقف المستفزة الولد اللي حسين الشحات رقع له صداغه في المباراة مش عاوز يجيبها لبره برضه، ونرجع تاني الإعلام يقول لك حسين الشحات غلطان. حسين طب ما توقعوا قوة يا بتوع السوبر، يا أهل السوبر، يا اتحاد الكرة المصري، يا عامر يا حسين، هل هتعاقب محمد الشيب؟ محمد الشيب على مسجل ضربة جزاء في فيوتشر. طبعا مباراة النادي الأهلي الجماهير كانت حاضرة،
يعني مع الماتش طاول لعبه خلص ولعب ضربات جزاء، وكان جماهير النادي الاهلي هتخش تحضر مباراه النادي الاهلي وسيراميكا، فساب بعد ما سجل ضربه جزاء راح لجماهير النادي الاهلي بيقول لهم هش، طب انت عايز الجماهير تقول لك ايه؟ وترجع بعد كده تقول الحاجه زعلت، والدتك زعلت، وامك زعلت، والناس بيقولوا عليك مش راجل. ما هو في عندنا مثل بيقول العيل اللي مش عارف يجيب لاهله ما عرفش ايه. انت ايه انت يا ابني ما بتتوبش انت؟ يعني في ناس انت بتتغذى على كده، يعني انت بتنمو على كده؟ انا مش فاهم والله. يعني ربنا يهدي ويشفي باذن رب العالمين. بالنسبه ل والد محمد الشناوي، من الحاجات السخيفه بصراحه، يعني تشوف اعلامي وتشوف مواقع رياضيه كبيره راح الوالد محمد الشناوي علشان يسالوه على تعامل الحكمه توري دي، الحكمه اللي حكمت للنادي الاهلي المركز الثالث والرابع مع نادي ريد اوراوا ريد الياباني، بتسال محمد الشناوي والنظره. وانا اتكلمت عن موضوع السخافه بره في اوروبا، يا جماعه الناس بتضحك علينا، اوروبا الموضوع دي عادي، يعني حكام بيسلموا بيهزروا بيضحكوا، مش معنى انه عيب، انتوا العقليات دي يعني ما ينفعش ما ينفعش. فالدرجه وصل للدرجه الاعلامي او صحفي يروح لوالده يعمل معاه فيديو يقول له ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عن نظرات الحكمه وان محمد الشناوي والسوشيال ميديا قال له عيب يا ولدي، قال له ابني ملوش في الكلام. والله مجرد ان الناس تاخد الكلام ده بجد شيء سخيف، يقول له ابني والد محمد الشناوي راجل محترم يعني، قال له ايه ابني ملوش في الكلام ده ومفيش بينه وبينها اي حاجه، لا بيعرفها من سنين ابو الحاج، ده بينهم بعض عامل ينزل فيلم بتاع شارع، الفيلم بتاع عمر الشريف وسعاد حسني والفنان يوسف وهبي، يعرف الفنانه الكبيره وكان مخلفين ولد كمان، يعني الفنانه كان اسمها ايه اللي هي كان مرات عادل هيكل دي في الفيلم، بينهم عيال كمان يا عم. يا عمنا بيقول لا ما يعرفهاش، مفيش بينهم اي حاجه. يعني حركات الحكم مع الشناوي دي طبع فيهم يعني بره، زي ما عملت في مباريات كتير قبل كده، واحنا بنثق فيه واسره محمد الشناوي بتثق فيه وعارفين مين هو الشناوي. القصه لا تستدعي الكلام ده كله نجلي بعيد عن اي شبهات في هذا، لكن انت تتخيل ان اعلام عمل قصه من لا شيء، حدوته وفيلم من لا شيء، ده اعلام، اعلام سخافه، اعلام مليء بالسخافه. كارثه اخرى من وزاره الشباب والرياضه، بيقول لك في سنه 2019 هل وزير الشباب والرياضه هيتحاسب؟ الدكتور اشرف صبحي قال لك في عام 2019 كاس العالم للناشئات تحت 18 سنه في موظفين من وزاره الشباب والرياضه صرفوا ليهم لنفسهم 3 شهور مكافاه ورواتب، بدل ما يصرفوا على البعثه ويصرفوا على الناشئات والالعاب، وبنقول اللعيبه بتهرب ليه وروح فين؟ لكن هذا هل هيتم فتح باب التحقيق في هذا الامر؟ هيحققوا مين؟ هم هيحققوا وهيراجعوا على نفسهم يعني؟ فده هياخدنا تاني لعبد الفتاح القصري في الفيلم رجل غني فقير، ولا مش عارف اسمه ايه ده، بتاع بشارة وكيم ده، وانا قبضت ما كان ماسك الخزنه، وانا قبضت الشهر ده وماله ما نقبض تاني. فالناس دي ربنا يعافينا، اللهم امين يا رب العالمين. خالد الغندور بيقول لك فتوح اثبت انه بيحب نادي الزمالك، يا راجل بالفعل اثبت؟ اثبت يا عم حسام، انت مالك مش ما يثبت يا عم، اثبت انه بيحب نادي الزمالك وجدد بفلوس اقل كتير من اللي كان طالبها حبا في الكيان، يا راجل حبا في الكيان، يعني ما خدش زي زيزو، يعني الراجل ما خدش 50 مليون، يعني الراجل ما خدش 25 مليون، في 20 مليون السنه الاولى، في 10 مليون مستحقاته القديمه، في 2 مليون مقدم، يعني كده ده يعتبر تنازل وحبا في نادي الزمالك؟ يعني الراجل مش حاطط امتيازات، لو خدنا الدوري هناخد كذا، خدنا الكاس هناخد كذا، لو خدت السوبر هاخد كذا، لو خدت الكونفدراليه هناخد كذا، دوري ابطال كذا، لو جبت اكتر من اهداف عدد اهداف كذا هعمل كذا، ما خدش حبا في نادي الزمالك؟ طب ونادي الزمالك اللي كان قال لك عارضينه للبيع بسبب ان احنا بنرسخ قيم وثوابت ونادي الزمالك ومبادئ نادي الزمالك، راح فين يا خلوق؟ لا ما هو تنازل خلاص يا اخوان، ويتنازل حبه واحنا نتنازل حبه، وما بين الاحبه اي حسابات. يعني كابتن محمود الخطيب اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه سيراميكا، خلاص اداركوا كده بقى، نقفل باب الاحتفالات، ادار ما احنا في النادي الاهلي بطوله ورا بطوله والجماهير، واحنا بنلعب على كل بطوله، فنقفل باب الاحتفالات بالبرونزيه ونركز في كاس
السوبر. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين في ما هو قادم، وباذن الله الحمد لله ان بيراميدز ما وقعش، مش خوف من بيراميدز عشان منع الاحتكاكات، رمضان قال واللعيبه بتستفز، وحسين الشحات والولد الشيبي ده اهو هيروح بدل مباراه واحده ورايحين الامارات. طب لو جيب لكم ايه الامارات وبلد سالم الشمسي والجمهور، والجمهور ما بيحضرش، افهموا بقى، هتفهموا؟ لا مش هنفهم. النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.